رغم أنه شاهد على ذكرى الغزو العراقي للكويت، إلا أن متحف كي لا ننسى سيتم إزالته، فيما طلب القائمون عليه بالتروي حتى يتم إيجاد مكان بديل لإعادة تشييده ليبقى ذكرى للأجيال القادمة. اللي حدث على الكويت بهذا اليوم خارج عن النطاق، وشيء لا يطاق للأسف. من جار، هذا الجار أساء هذا الفهم وبلع البلد في يوم وليلة وهم قائمين ما يدرون. هالبيت يبين 650 شهيد لغاية الآن قاعدين لملم ما يحصل يطلع من العراق ونحطهم في لوحة شرف. لذلك بعد في 233 شهيد مات أثناء تواجد القوات العراقية محطوطين في لوحة موجودين. كذلك أخواننا وأهالينا المملكة العربية السعودية 233 شهيد على هذا البلد موجودين بأسمائهم بلوحة شرف. يا أخوان، يا مسؤولين، يا ما أدري من أخاطب من بهذه الكلمة، حرام إعدام هذا البيت. يعني لما تقولون إزالته أو شيله، شو نشيله؟ هاي بانوراما، هذه أشياء متعوب عليها 16 سنة وحنا بهالبيت نكافح 16 سنة وحنا مجابلين لنا الليل والنهار، نسينا بيوتنا، نسينا عيالنا، نسينا كل شيء وحنا بهالبيت هذا. 2/8 اللي مسجل سجل تاريخي حق الناس اللي ثارت دمائهم، هذا 2/8 اللي قاعد يدرس حق الجيل اللي قاعدين يناقشوني عن الصغيرة والكبيرة، ليش خزانة وليش سوى وليش دمر وليش هل الجيل هذا اللي قاعد يبينه الجيل هذا هو إكرام لهذا البيت ولهذا إعدامه.